وينضم إلي عبر الهاتف الناشطة الحقوقية سيد علي حمزة. سيد حمزة أرحب بك. أهلا وسهلا بك أخي الكريم وتحية للمشاهدين الكرام. حياك الله سيد حمزة. رأينا أكثر من مرة عمليات أسر لميليشيات حفتر، ورأينا أيضا المعاملة الحسنة في مقابل أن من يقولون عنهم جيش وطني معاملتهم كانت واضحة من خلال ما حدث في قنفودة والصابري وسوق الحوت ومدينة درنة والمنطقة الجنوبية وحتى في العاصمة طرابلس ومدينة غريان. نعم، بكل تأكيد. يعني الآن سمعت لشهادات هؤلاء الشباب الصغار الذين يعني أخذوا بمعلومات يعني مغلوطة، ويعني يدفع بهم لقتال الليبيين وللهجوم على 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 العاصمة بادعاءات الدواعش وبادعاءات يعني المحافظة على المال العام. لا أدري يعني إلى متى يعني يقوم الأهالي، وإلى متى تقوم النخب، وإلى متى تقوم القبائل، وإلى متى تقوم المدن بترك هذا الإجرام يستمر. يعني سؤال بسيط، أريد أن أحمي المال العام، كيف أحمي المال العام بالاعتداء على الشعب في العاصمة؟ كيف أحمي المال العام بسفك الدماء؟ كيف أحمي المال العام بتدمير عاصمة بلدك؟ كيف أحمي المال العام بقطع مياه الشرب؟ كيف أحمي المال العام باستعمال الجراد لسحق الحياة؟ كيف أحمي المال العام باستعمال المخابرات الروسية والأسلحة الإماراتية والمخابرات الفرنسية؟ كيف أحمي المال العام وأنا أبعث داعش عدة مرات من شرق ليبيا إلى غربها؟ فهي يعني علينا جميعا، على النخب ألا يكونوا متفرجين. الحقيقة من الأشياء المقززة فعلا أن نسمع أن هناك نخبا لم تتحرك، لا تريد أن تحمي دماء أهليها ولا تريد أن تقول للمجرم إنك مجرم. وكذلك من الشيء المؤسف للغاية والذي ينبغي أن ينتبه لأهلنا أن نسمع أن بعض المدن أو بعض القبائل تريد أن تشارك في هذا الاعتداء. فشهادات هؤلاء الشباب تفيد بأن الوضع يحتاج لتصحيح. قرأت من يومين على موقع على صفحة بنغازي 24 يقول الأدمن على هذه الصفحة، ولعلهم بعض الشباب الذين يتابعون أخبار بنغازي ويريدون أن يثيروا التفكير، يقول يحصل بيني من حين إلى آخر جدل مع بعض يعني الناس اللي هم تابعين لميليشيا الكرامة، لكن يقول يضع كلمات بسيطة جدا لأحد هؤلاء الشباب حين أمر بالتحرك للمكان المعلوم. بعث برسالة للأدمن لبنغازي 24 يعني يقول له أنا ماشي فيها للمكان المعلوم مكلف، توصي حاجة يا غالي. بمعنى يعني يعلق الأدمن يعني الأدمن بصفحة بنغازي 24، يعني الشباب هؤلاء الشباب لا يدرون، لا يعني كثير منهم لا يعلم بحقيقة الجرائم التي يؤمر بفعلها. وهنا يأتي دور النخبة الصامتة، والصمت في هذه الحالة هو غدر بالدماء. وهنا يأتي دور القبائل إن كان فيها عقلاء، وأنصح بالتواصل مع النساء في المجتمع الليبي، لأن كثر الغادرون من الرجال. يعني أصبح الغادرون في السفارات، وأصبح الغادرون في الوزارات، وأصبح الغادرون في القبائل، وأصبح الغادرون في قيادات الجيش. يعني غدر غير عادي على الغاية. فنحن نريد توعية مجتمعية، ونريد التواصل بالنساء والتواصل بالشباب والتواصل بالفتيات وسماع صوتهم للمحافظة على حياتنا وللقبض على هؤلاء المجرمين، وعلى رأسهم المجرم الوغد العميل
الدموي الإرهابي خليفة بالقاسم حفتر. نعم. على صعيد آخر سيد حمزة، ربما ما قاله الأسرى ليس واقعيا بتلك الدرجة التي يمكن أن تتخيل، يعني قصة أن هناك إرهاب ولم يجدوا إرهاب، وأن هناك دواعش ولم يجدوا دواعش، يعني باللهجة العامية هذه الدسكة معروفة من 4 سنوات. نعم، وهي مكررة ومعادة، وقلنا يعني وقال آخرون كثيرون على مر السنوات، والحكومة في طرابلس كانت يعني متقابلة، لا نريد أن نكون من الكاذبين، نحن سعداء بأنها لم تغدر بأهلنا في طرابلس واستيقظت يقظة متأخرة، ولكنها لا زالت يقظة ولا زال فيها جزء كبير مريض. هذا يعني مفهوم على مر سنوات أخي الكريم، هذا مفهوم على مر سنوات. تهريب داعش ينبغي أن يفتح ملف ليبي ودولي في تعامل حفتر مع داعش. عندكم قبيلة العواقير التي عندها أغلب قتلى الكرامة، والتي عندها أغلب مبتوري الكرامة، وأغلب أيتام الكرامة، وأغلب أرامل الكرامة، طلب التحقيق في موضوع داعش. كانوا في الجبهة، كانوا في المحاور، ولا يدرون كيف يسمح لتنظيم إرهابي أن يخرج من 3 مناطق في بنغازي. فكيف بحكومة الوفاق الآن لا تطلب فتح تحقيق كامل محلي ودولي، وكذلك من طرف مجلس الأمن، ما يعني مشروع داعش استعمل ويستعمل لدمرت به دول، وقطعت به علاقات، وحرقت به مليارات من الدولارات، فكيف يكون مستعمل من قبل هذا المجرم حفتر ونجد له داعمين غربيين ولا نطلب التحقيق في هذا الأمر؟ من واجبنا أن نطلب تحقيق دولي في هذا الأمر، وأن نعرض هذا الأمر كذلك للإعلام الفرنسي وللإعلام الأمريكي ولسائر الإعلام الدولي، لتكون الأمور واضحة وجلية، من هم الذين يحافظون على الحياة، ومن هم الذين يطلبون السلم، ومن هم صناع الموت وداعمي المجرمين. ينبغي أن نكون شجعان وأن نقوم بهذه المهام، وأتوجه بنداء إلى النخب وإلى الأهالي وإلى الشباب أن يقوموا بواجباتهم، لأن المتخاذلين والرخيصين والخونة لا زالوا بيننا كثيرون. يعني نعم، أشكرك جزيل الشكر الناشط الحقوقي السيد علي حمزة، كنت معي عبر الهاتف.